اليوم باش نحكيو على الكيت سورسيل اي لوتيليزاسيون نتاعو. باش نعملو اون ابليكاسيون ان ديريكت على العين. الكيت سورسيل فيه 4 تون ديفيرونت، الاش لايت ميديوم والدارك اربق وحده. اون باس على الابليكاسيون. اول حاجه نبداو بها اون بريليف لا سير بالبارتي جويده نتاع البانسو. لا سير فا نو بيرميتر باش نغمقو الحاجب نتاعنا ونعبيو بيه الفراغ. اون تراسانتري تحت الحاجب على طولو من بعد اون تراسانتري من الفوق اي اون رامبلي لو سورسيل بشويه افيك لا سير. بالانبو دو بانسو الاخر ناخذو لا بارتي بودر اي اون تراس لا بودر فوق لا سير اللي عملناها. لا بودر فا بيرميتر دو فيكسي لو تراساج اللي عملناه اي لوي دوني انكور بلوس دانتنسيتي. بور بارفير لو تراساج نتاع الحاجب نتاعنا ناخذو الكوفر ايفريثينغ كونسيلر دان لا تانت لا بلو كلير اليلو avec le pinceau anti-cerne. وننظفو تحت الحاجب. دونك نلصقو للحاجب بالقدا. ونتراس ان تري جويد بالبانسو. اي اون لاس تو. احنا هابطين سور لا كوبيير فيكس. On peut faire la même chose mais le fouk kif kif. Donc un trait joyeux فوق الحاجب اي اون لي ستوب. ا بيانتو شي ولاف.